اليوم. أعتقد أنه بداية الحلقة واضحة جدا، حجم الجمال اللي فيها وحجم اللذاذة والطعام اللي فيها. اليوم رح نبدأ معكم مع الريوق العراقي أو الفطور الشعبي العراقي. طبعا رح تحدثنا عن مكونات شيماء الكبيسي المتخصصة في صنع الحلويات والأطعمة. أهلا وسهلا فيك يا شيماء. هلا بيش. يعني أنا بحييكي على الترتيب والأناقة والروائح الذكية، وإحنا جوعنا من قبل ما نبلش هوا اليوم بالذات. ما أكل قدامك جاهزة اليوم بالذات، ما صدقنا يبلش الهواء، بدنا ناكل بقى. ألف عافية. الله يعافيك يا رب. يعني خبرينا، الريوق العراقي يمكن في شيء متشابه مع الفطور عموما في بلاد الشام أو غيرها من البلدان، لكن في شيء بيميزه. أكو أشياء متشابهة وأكو أشياء مختلفة. طبعا المتشابهة الفلافل، هاي هذا إلنا الفلافل جاهزة وجايبة العجينة. المختلف طبعا واللي شكله أبد يعني مو وارد، يعني مو الكل يعرفه، اللي هو العروق الطاوة. عروق الطاوة. بس بالمناسبة أنا حسيت أنها بتشبه العجة الفلسطينية. تشبه. بس هلأ رح نتعرف على مكوناتها. بس هاي لحمة. هاي فيها لحمة. لا إحنا عجتنا ما فيها لحمة. بس خضار وممكن شوية طحين وبهارات. هي يعني تجي مرات ممكن تصير بس بخضار، بس الأصلية تكون بعجينة وبيها لحم مقطع بالإيد، مثل اللحم اللي نسويه بالدولمة أو لحم المحاشي. وبيها معدنوس وطماطة وبصل، كلها مفرومة على الإيد. نعم. يعني هاي المكونات اللي عندك هي مكونات العروق العراقية. عروق الطاوة العراقية. ايه. احنا عندنا خبز العروق اللي هو التراثي، اللي خبز بالتنور. مثل الخبز، شو هسه هذا الخبز العراقي؟ نعم. هذا خبز تنور. خبز العروق هم خبز بالتنور. حلو. واكو عروق الطاوة. جميل. نهاية بالطاوة. طيب احنا خلينا يمكن الكاميرا هلا تركز اكثر على هاي الصينيه تحديدا، او هاي ايش بتسموها بالعراقي؟ طبق. هذا طبق. لكن الصينيه عندكم لها اسم ثاني. صينيه الستانلس، وصينيه التقديم. التبسي. لا، التبسي للفرن. تبسي نشوي بيه بالفرن. صينيه الفرن، يعني اللي بتنطبق بالفرن. هاي ببلاد الشام يسموها صينيه. تبسي كفته مثلا. هذا طبق. طيب خلينا نركز على هذا الطبق، تشرحي لنا. اذا في عندنا الفلافل هون شيماء. فلافل هاي عراقيه، وهي يعني على الطريقه العراقيه. على الطريقه العراقيه. هسه اشرح مكوناتها. انا جايبه العجينه. حلو. بس حتى يعني انه وقت البرنامج ما يسع، وهذا ما جبت الماكينه والمواد، انا ثرمتها بالبيت. يعني كنت الثرم، كنت اللحم. تمام. وعندنا عروق الطاوة والبطاطس. هاي الفنجر البوتيتا هم مقلية بالبيت. هاي هم بالطريقة العراقية، يعني باللفة العراقية. أنا كان يعني أتمنى أجيب الصمون الحجري العراقي. إذا تعرفي لي يسوون بيه الشاورما العراقية، القص العراقي مال دجاج ومال لحم، بس للأسف ما كان متواجد. فأنا يعني حاولت قدر الإمكان أجيب الخبز التنور، خبز العراقي اللي ناكل بيه عروق الطاوة. لكن الفلافل ممكن يعني استبدلتها بدال الصمون الحجري، هاي سويتها بالبيت. الخبز هذا خبز يعني سويتي. تقريبا يشبه الخبز الفلسطيني. حلو. صحيح. يكون نوعاً. شوية بيه ثخن، فعلى مدة نسوي بيه الفلافل، لفات الفلافل. لفة الفلافل اللي هي بالعراق شلون الصمون الحجري يخلون بيه فلافل، وحتى نعززها للفة أكثر. حطون بوتيتو وباذنجان، وهاي العنبة ما شاء الله. بيحطوا البوتيتو والباذنجان مع الفلافل. بس مو الكل يعني. حسب رغبة الزبون شي يحب. وهاي العنبر، هاي سلطة مثل سلطة الطحينية بس إشي. هاي العنبة. شو هاي العنبة؟ العنبة هاي مثل البهار. تمام. اي مثل البهار هاي، بس يعني نسوي هاي مسويتها بالبيت. هي عبارة عن يعني مثل الباودر، يجي يعني لونه مثل الكركم، يعني مكونات كركم وحلبة، ويعني شوية ملح، شوية فلفل أسود، يعني هيتشي باودر، ونسويه بالبيت أو ممكن تنباع جاهزة. زين، نخلي وياها طماطة وخيار، وممكن طرشي. حلو. شوية. هذا غدا. هو غدا. والله العراقيين بتتقال بكل شيء حتى بالريوق. زين، بس هي أساسي يعني أطيب شيء لفة الفلافل اللي هي عنبة وطماطة وخيار. حلو. هاي الأكسترا، البوتيتا والباذنجان. نعم. طبعا والخضار والزيتون. طيب أنت هلا رح تشرحين لنا مكونات الفلافل العراقية. أنا بدي أبدأ أتذوق يعني. بالعافية. أنا محضرت لك الصحن. أنا بدي أفطر بس بدي الإصلاح من دي هلا. زين. شو تحبين، خبز لو الخبز هاي الصغار لو خبز والله تنور؟ لا والله انا ما باكل بخبز، رح ادوق يعني على أنا شوي. انا حتى تخلين العنبه والطماطه وياها. ضروري هلا ممكن اخذ شيء بسيط. لكن بصراحه يعني الطعم شنو رح تبلشين؟ العروق. العروق يعني خلاص لا تخلي لها عنبه وطماطه، هي بكيفش.
طبعا يعني اكو شغله ثانيه انا حطيتها على جهه ما خليتها بهذا الطبق اللي هو الصاص، مو صوص، صاص. شنو الفرق بين الصاص والصوص؟ الصوص، الصوص اللي احنا نتحكم بيه اللي نسويه بالبيت، اي صوص، صوص للدجاج، تتبيله اللحم، الدجاج، السلطه، هاي لا صاص مكوناته تمر هند. يعني الاساسي تمر هند بيه. حلو. اي وبيه شويه يعني نسبه سكر. وعشو بتضيفوه؟ نضيفه هاي للشاورما اللحم والفلافل، لفات الفلافل، وحتى ويا الكباب طيب، الكباب المشوي. حلو. لا طيب. هلا بنجربه، ليه لا؟ زين طبعا رح نتعرف هلا على خلطة الفلافل الخاصة وبعدين نروح للمكونات الثانية. اهم شيء اللي ما حكينا عنه الكاهي والجيمر. اساس المائدة العراقية بالعيد. بالعياد كثير بسمع عنه الكاهي والجيمر. أي. شو هو الكاهي والجيمر؟ الكاهي هي العجينة الأساسية اللي يسووها بالمحلات، هي عبارة عن طحين ومي ورشة صغيرة من الملح. حلو. وممكن آخر شيء آخر العجينة نمسحها بالزيت، زيت النباتي أو السمنة بس، وبعدين يرقوها بطريقة خفيفة يعني كلش لا خفيف، وبعدين يطبقوها عدة طبقات. هي يعني احنا اذا بنركز عليها ايه؟ واضح تماما انه هي ايه؟ مثل رقائق العجين ايه؟ المطبقه. ايه؟ هاي هاي بعجينه استغنيت عنها لانه يعني هنا ما كل الافران العراقيه المتوفره بكثره والمحلات العربيه اللي تخبز هاي الاشياء المتوفره ببلادنا، فاستغنيت عنها بعجينه الملفيه الفافاستري، تنباع بالماركتات، تجي مستطيلات. نعم. واحنا نتحكم بها. هنا سويتها سواري، هنا العاديه، هنا بالقالب مال قطعت البيتزا. قطعتها وشويتها. اهم شيء من ندهن العجينه ندهنها بسمنه او يعني زيت، بس الافضل سمنه، ويكون الفرن جدا حرارته عاليه، بعدين نوطيه حتى تنفش العجينه. حلو. يعني اول شيء نبلش مثلا 220 الحراره، بعدين ننزل 180 بنشويها. وطبعا الجيمر هو القشطه بس بيكون ثقيل. بس هذا الجيمر البلدي. هذا الجيمر البلدي او القشطه البلديه. أي أي أي. هي بتشبه القشطه البلديه تشبه في بلادنا بس بتكون اتقل شوي. اثقل. اذا الكاميرا بتاخذها. هاي هو القشطه العراقيه، تاخذوها من هون شباب ولا من هون؟ اعطوني كاميرا. تمام. هاي الجيمر العراقي. أنا شوية خليت بالبيت ولا ممكن إيه نعمله بالبيت. حلو. خليت له شوية حليب حتى تظل يعني شطارات الجيمر ويا الكاهي. طبعا اللي يحب مثلا هي الأساس نخلي له القطر أو الشيرة، هاي مسويتهم بالبيت. تكون القطر. إيه القطر. يكون يعني الكاهي حار والشيرة شوية دافية أو بالعكس حتى تكون طراوة. فطور تقيل والله يا كلش. يا شيماء لا يعني هذا اليوم اذا افطرنا بعدين تصير نتغدى وتعشي. لا لا خلاص خلاص احنا قبضنا على قولتكم، على قولة المصلاويه سكرنا. فانت طيب. ملعي هسه بالعروق وبعدين حلي بالكاهي والقيم. خليني اصب لك الشاي كمان. تسلمي. وانت عم احطه فيه سكر؟ لا ما خلي سكر. سكر هلا بنحط سكر اذا في سكر. زين. هون ولا ما في سكر؟ عندي هنا اذا تحبين بدل الشيره مثلا عسل، العسل النحل، ممكن مربى، ممكن دبس. بس هو يعني الاساسي هي الشيره، بعدين يجي الدبس والعسل. كل هاي بتتاكل مع الكاهي؟ كل هاي ويا هاي يعني ممكن وحده من عندها وحده من اي. بس احنا المعتادين عليها بالمحلات وبالبيوت الشيره. حتى بالمحلات يعطون يعني علبه بها الشيره حاره والكاهي حتى راسا. رأسا. وممكن اللي يحب اللي يستبدل مثلا يعني من باب انه شويه صحي عسل عسل النحل او دبس التمر. نعم. هذا الدبس العراقي، هذا مال بغداد. هذه كلها كل هاي المكونات بتنحط على الفطور العراقي. ايه؟ هو هذا المهم. بس هو هذا لا احنا يعني هذا هو اساسي عندنا كل يوم يعني. مو شرط كل يوم، ممكن تستغني عن شيء. لا لا عادي يعني هو الاجبان الالبان عادي. طبعا هو انا هم اتمنى انه اسوي تريد الباقله اذا سمع بيه باقله الفول. الفول الاساسي طبعا هم نشتري الباقله اليابسه ناشفه. اللي تنباع بالمحلات العطاره والبقوليات، نشتريها نغسلها وننقعها اقل شيء 8 ساعات، بعدين تحتاج سلق يعني على نار هادئه او ممكن بطنجره الضغط. حلو. طيب شرحي لنا مكونات الفلافل العراقيه. زين الفلافل العراقيه احنا تجي شويه لونها على صفار، بس انا هنا هم حبيت اكثر شويه من الكزبره الخضراء والبصل الاخضر. نخلي الحمص طبعا هم مغسول ومنقوع 8 ساعات، وبعدين بال محضرة الطعام ممكن أو ماكينة الثرم، ماكينة اللحم. طبعا ماكينة الثرم تطلع أضبط أنعم.
فأني سويتها يعني أنعمه مرتين حتى لا تطلع بيها يعني القرشة الحمص القوية. فهنا ما ضفت لها حتى أمام الكاميرا، خليت حمص طبعا أكمل شرح، حمص وبصل أخضر وكزبرة خضرة ومعدنوس. ممكن نستغني عن الكزبرة الخضرة نخلي بس معدنوس وحمص وبصل أخضر. زين، الإضافات اللي نخليها على الفلافل العراقية طيبة للأمانة، على فكرة تشبه الفلافل تبعتنا. أي تشبه، بس الفلافل ببلاد الشام يخلون فول أحيانا، يخلون إياها فول وحمص. هنا راح أخلي ما يعادل مثلا ملعقة صغيرة كمون مطحون، هنا بيكنج باودر مو بيكربونات الصودا، البيكنج باودر حتى تنفش أكثر لأنه الصودا ممكن يعني تعطيها مرار. أنا طبعا حطيت النعناع بالشاي لأنه في نعناع. ألف عافية. هنا شوي رشة صغيرة من الكركم، ممكن بعضهم يخلون الكزبرة الناشفة المطحونة، أنا ما خليت، خليت الفريش الخضراء. أنا عبالي أتذوق ريحتها مبينة إذا ظاهرة جدا. هاي فيني أتذوقها لحالها؟ أي ألف عافية. أنا جايبت لك صحن الحلو صحن المالح. عبالي أجربها يعني، ممكن مع الباذنجان، مع إنه إحنا عنا ببلادنا ما بنفطر على مقالي، هو إنك تفطري على مقالي هذا شيء كتير تقيل. أوكي ممكن نفطر على حمص وفول وفلافل ممكن، وهو تقيل كمان، لكن المقالي باذنجان وبطاطا وهيك. هي هاي هم رغبة الزبون، إن تريد يعني أخلي لك بوتيتا وباذنجان بالصمونة أو لا. أنا بالنسبة لي يعني إذا كان الصبح يعني بصراحة بس فلافل ويا هاي الخيار والطماطة وعنبة إلا يعني أخلي مثلا وياها نعناع معدنوس هيك بس. بس إذا كان عشاء ممكن نخلي باذنجان وبوتيتا باللذة. بس طيبة جدا هاي، بتعطي حموضة. اي اي هاي انا مسويتها بالبيت مو جاهزة، يعني قلت هذا اللي تجيب باودر واسويه بخل التمر ومع اللب مع الكوسة الشجر بالبيت مع. هلا فهمنا سر الحموضة العراقية بها خل التمر والكوسة مقلبتها بزيت الزيتون، يعني مطبوخة بطريقة طيبة. هي اكثر شيء بستخدمها ويا الفلافل والكباب المشوي. حلو. اي تحبي تتفضلي شيء ما؟ تسلمين. البيت بيتك. تسلمين ألف عافية. زين، هنا حكينا عن الفلافل، ضفت لها شوية بيكربونات، شوية ملعقة صغيرة يعني من الكركم وكمون. ما خليت كزبرة ناشفة لأنه أنا حاطة كزبرة فريش، ممكن أخلي يعني كزبرة ناشفة حسب. زين، نجي هنا نحكي على العروق الطاوة اللي هي هاي. اشرحي لنا. زين، هي قلت مكوناتها الأساسية الأصلية طبعاً، هي ممكن نخلي مثرومة بس الأصلية اللي هي تجي لحم مثل المحاشي قطع ناعم ثرمت على إيدي وبي ليه 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 تمام. هي إحنا نأكلها عادي بدون خبز لأنه هي بيها طحين ثقيلة ثقيلة. وممكن طبعاً هم الأصلية يعني أيام ستاتنا وأمهاتنا يسوون العجينة بالطحين الأسمر حتى تمسك وياهم، ما يعني بالتنور من يخبزوها ما تسيح يعني ما توقع. على فكرة وإحنا كمان العجة عنا منضيف عليها طحين. طحين عشان تمسك. إيه. بس إحنا بنستخدم البيض والبقدونس والزهرة. إيه. أنا مرات أسويها. إيه أحبها. ولها طحين. طيبة وصحية جداً. أي. لكن انتم الاضافه عنا اللحمه حتى تصير يعني اذا ما استوعبتيها بالفطور غدا عشاء. انا فعلا لما رحت على مطاعم، بعض المطاعم العراقيه قدموها كمقبلات مع الغداء والعشاء. العروق المقليه لو مال التنور اللي هي هاي نفسها نفسها. يعني بعض المطاعم العراقيه مطاعم الكباب اكثر شيء يقدموا خبز عروق ويا الخبز التنور، يجيبوك ضيافه هاي قبل الطلب. نعم قبل الطلب. يعني مثلا انت تاكلين شويه من الخبز الحار شويه من الخبز العروق خلاص شبعتي. بالضبط. يعني انا يومها تفاجات صراحه لما قدم لي انه ما تقدم الطبق الرئيسي الا انا كنت شبعانه دائما لانها لذيذه جدا وثقيله يعني. العافيه. زين خلينا نخلط المكونات للعروق، عروق طاوه. زين هنا بصله ناعمه وسط هم مثرومه بالايد، هنا
خلطة البصل عفوا الطماطة والمعدنوس أما ترومة نعم يعني هي بيها خضار لما شوية اللي يثقلها اللحم وشوية اللية يعني نعم ممكن يصير بالمثروم لكن الأصلية بال يعني اللحم المقطع بالإيد. هنا الطحين تقريبا ما يعادل كاسة قد هاي حطتها هنا سكفوف شيماء حريصة دائما على السلامة والنظافة أثناء يعني سلمي. تحضيرها للأطباق وهذا ما يميزها تسلمي بارك الله فيك نحن بهمنا دائما نوصل يعني رسالة للمشاهدين النظافة أولا طبعا إعداد الطعام أساس الشغل بالمطبخ النظافة صحيح وهلأ جربت يعني جربتها مع الفلافل طيبة جدا بصراحة أنا هم كنت حريصة بما أنه هو الريوق تراثي أنه يكون بهذا الطبق طبق هذا الطبق اللي كنا تراثي بيه الخبز خبز التنور يخلون بيه زين هنا راح أضيف معجون الطماطة تعطيها لون ونكهة طيبة غريبة بعضهم ما يضيفون معجون طماطة صحيح. بس أنا ما مكثرة تقريبا ملعقة أكل مو مليانة يعني ممسوحة يعني هو بنترك شوي الموضوع لإبداع ست المطبخ يعني ايه؟ بالنكهات وشوية كركم كمون ممكن نضيف فلفل أسود فلفل أحمر يعني حسب هاي نعجنها بعدين نسويها أقراص أقراص ممكن بيضوية مدورة حسب هم ممكن بدل الطحين يعني عجينة نكون عاجنيها ونضيف عليها هاي المكونات أي بس تاخذ وقت أكثر إنه حتى تتماسك المكونات آه. إيه والخضار واللحمة ويا العجينة شيماء هل صحيح الشعب العراقي بيفطر على باتشا؟ هل هذه المعلومة صحيحة؟ إيه؟ الباتشا طبعا اللي هي ببلادنا العربية الفوارغ إيه؟ الكوارع الكوارع والفوارغ أعتقد هذا المسمى الأصلي إيه؟ ما بعرف إذا الشباب بيساعدوني بمسميات أخرى لكن أنا ملعقة تقريبا الكوارع بيسموها باتشا فأنتوا هل صحيح تفطروا على باتشا؟ اي اكو محلات تسوي الباتشا طبعا الوقت يعني شويه راح تستغربين مثلا الساعه 4 تفتح هاي المحلات الساعه 7 ما تلاقين عجين 4 الفجر اي الساعه 7 تكون مخلصه الباتشا هذه موعدها من الأربعة اي مثلا او الساعه 7 تروحين مثلا يعني فتح المحل هو صاحب الباتشا او الجيمر والكاهي وهذا الساعه 5 الساعه 7 الساعه 8 ما تلقين يعني مخلص او الجيمر عندنا اكثر شيء اكو هوايه محلات ساعه مثلا 8 خلص مخلص يعني الجيمر صينية الجيمر خلصانه زين ومو بس هاي عندنا هم الكباب التكه عندنا المحلات تسوي المخلمه وتشيل فراي هواي اشياء يعني غريبه كبه السراي شنو المخلمه والسله تشيل فراي المخلمه اللي هي اللحم المثروم والبصل اول شيء بصل حمسيه بالسمنه البلديه وبعدين تضيفي او الزيت عادي خلي زيت زيتون اذا تحبين يعني وعليه لحم مثروم وطماطه صغيره مثرومه ناعم وياه وبيض يعني فد يعني ثلاثه اربعه يعني خمسه حسب الهاي كل ما تكثرين كل ما تطلع اطيب وتضيفي لها ملح وفلفل خلاص وهم ويا العنبه طيبه خلاص زين عندنا كبه السراي حبيت البراءه وانت بتحكي وخلاص لانه بعد اذا ازيد يعني لكن للأمانة يا جماعة والله فطوركم لذيذ والأكل العراقي طيب. لذيذ يعني ست إسراء هاي إذا أفطرتي بي بعد يعني ما تفكرين أنه يعني أرجع للبيت أسوي غدا يعني ما عندي وقت خلص. لا أنا بالنسبة إلي يا جماعة خلص يعني مع هذا الأكل اليوم أنا أفلت بالنسبة إلي فطور غدا عشاء يعني خلص أفطرت فلافل وعجة شعب يعني يريد يختصر
شوفي مثل بهاي ما مبين قدامك هاي العجينه نسويها اقراص ونقليها. انا بالنسبه لي والله ما زيد يعني بالزيت النباتي، حاول قدر الامكان مرات اشوحها تشويح على بالطاوه او زيت خفيف وسط. نباتي زيت ولا خفيف. زيتون نباتي ممكن اخلطه مرات. أي. حلو. وهيك احنا خلصنا العجينه مال عروق الطاوه. انا اليوم قلبت عراقي، معك شيماء ومع ضيوفنا العراقيين بقلب عراقي، يعني احنا طبعا هذا برنامجنا لكل العرب في نهايه الامر، فغير خاص بجنسيه معينه، فمنحب نستعرض كل الثقافات العربيه واللهجات العربيه والمكونات العربيه كما هي. وبصراحه شيماء اليوم اطفيتي يعني اجواء لطيفه ولذيذه جدا بما تعنيه الكلمه من معنى جدا. والف عافيه. ان شاء الله الجايات يعني بعد اطيب واطيب. المره الجاي دولمه خلاص. لا لازم تدللي تسالني انا بها دولمه. لا لازم المره الجايه دولمه ان شاء الله. شكرا جزيلا، نختم بحبه زيتون، ابقوا معنا أصدقائنا.